المكون الثاني للاكس راي تيوب هو الانود، وبيسك انود ده هو البوزيتيف سايد اوف ذا اكس راي تيوب. في منه نوعين الحقيقه، في نوع اسمه ستيشنري او بيبقى ثابت، وفي نوع تاني بيبقى روتيتنج. الثابت ده عاده بيستعمل في التطبيقات اللي زي الدنتال ابلكيشن، دنتال اكس راي، اللي بيبقى فيها الاكسبوجر بيبقى يعني مواصفاته بتبقى يعني قليله، يعني معنى ما احناش محتاجين ان احنا نطلع يعني كوانتيتي للاكس راي بتبقى عاليه. روتيتنج بيبقى جنرال بيربز، اللي هو بيستعمل في التطبيقات العامه للاشعه عموما. يعني الروتيتنج بيبقى الفكره بتاعته ان لما بنيجي دلوقتي عايزين نطلع اكس راي بكميه كبيره، زي ما احنا كنا قلنا ان في 99% من الطاقه اللي خارجه من البروجكتايل الكترونز بتضيع في شكل حراره، فبالتالي لو احنا دايما بنطلع الحراره دي في مكان محدد في التارجت بيبقى في عندنا مشكله ان بيحصل مشاكل في المكان ده. فالهدف من الروتيشن ان احنا بنعمل بيسكلي بنخبط الالكترونز دي في التارجت في اماكن مختلفه بحيث ان الحراره تتوزع على الاريا بتاعه التارجت، وبالتالي ده يسمح لنا ان احنا نقدر نستعمل هاير تيوب كارنتس، او ان احنا نقدر نعمل اكسبوجرز في اوقات قليله، يعني بمعنى ان احنا ما نخليش في وقت كبير محتاجينه عشان التارجت يبرد علشان نطلع اكس راي. فبالتالي الستيشنري بيبقى يعني يستعمل في ابلكيشنز محدده جدا، اللي هي الدنتال ابلكيشنز، اللي هي اقل انواع التصوير باشعه اكس ديماندنج، يعني اقلها احتياجا للطاقه يعني. والروتيتنج يعني انود بيستعمل عاده في الجنرال بيربز اكس راي، اللي هو بيحتاج طاقه اكتر شويه، ويبقى لازم موضوع الهيت ديسيبيشن يبقى ادريسد بشكل كويس. في ثلاث وظائف اساسيه للانود في الاكس راي تيوب. الاستعمال الاولاني هو انها يعني الانود ده بيبقى الكتريكال كوندكتور، هو ده اللي بيمشي فيه التيار اللي ماشي داخل التيوب، يعني لازم يكون في عندنا زي اي تيار لازم يمشي بين طرفين. فاحنا دلوقتي التيار جاي لنا من الفيلمنت، يعني جاي لنا من الجزء اللي فيه الكاثود اللي هو فيه واصل بالفيلمنت، فلازم يكون في طريقه علشان يمشي فيها ويرجع يكمل الدايره. لو ما فيش عندنا طريقه عشان يرجع فيها الالكترونز اللي ماشيه هي بروجكتايل الالكترونز دي، يبقى معنى كده البيسيك هيبقى في عندنا السيركت نفسها هتبقى بروكن، هتبقى مفتوحه فمش هيمشي كارنت. فبالتالي اللي بيشتغل كالكتريكال كوندكتور هو اللي بيكمل الدايره اللي بنتكلم فيها، اللي هي بتمشي الكارنت داخل التيوب. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا هي الميكانيكال سبورت فور ذا تارجت، يعني احنا في الاخر الالكترونز بتخبط في التارجت، والتارجت هو بيسكلي واصل بالانود، يعني التارجت والانود بيبقوا واصلين ببعض بحيث ان هو الفولتج بتاع التارجت بيبقى هو نفس الفولتج بتاع الانود، فهو بيسكلي بيساعد التارجت ان هو يبقى يعني ثابت في مكانه، ويبقى بيديله ميكانيكال سبورت، يعني التارجت بيثبت على الانود. الحاجه الاخيره هي الثيرمال ديسيبيشن، بيبقى في طبعا احنا بنتكلم على التارجت هو اللي بيتولد فيه الحراره، احنا بنوصل التارجت ده بمواد اخرى بحيث ان هي تسحب منه الحراره، بحيث ان احنا في الاخر نقدر نعمل ثيرمال ديسيبيشن بشكل افكتيف.